الكهرباء 40 سنة مقطوعة. أنا حنا سلامي أقل رجل بلبنان، إلي 40 سنة أدفع كهرباء، بكفي بزيادة والله بزيادة. يعني أنا عم بتدين، أنا عندي مرة بدها 700,000 بالشهر دواء، 700,000 أنا عم بتدين تجيب لها دواء، كمين بدي أتدين للكهرباء؟ ما عيب؟ صور قد ما بدك خيي. مرحبا كيفك يا؟ تجي يلا ساعتين ثلاثة عم بدفع 300,000 للموتير، منين بجيبه لهم؟ عم بدي أسألك سؤال، أنا فيني أشتغل بعد؟ عم بسألك، أنا حسبيني بيك، فيني أشتغل بعد؟ ما بدنا شيخ وخ، بدنا يعطونا كهرباء وياخذوا حقها، ياخذوا موتيرات كلها، عيب ولو. قلتي لي بكره الساعة، أي ساعة؟ 8 الصبح؟ طيب، أنت شو اسمك؟ منين أنت؟ والبركة، أنت منين عمو؟ بكفية؟ لا ما عندن شيء، عندن موتيرات فوق، عندن هذا شو اسمه عامل للموتيرات مثل الدولة، شو اسمه؟ بس اللي عنده موتيريت حصوروني يا عمي بعد بتحرقوا الفيلم. انا بدي انزل على المظاهرات. انا عم حكيكي انا 40 سنه عم بدفع كهرباء دبل ثلاث مرات اربع مرات زياده، حكيون انت بالتلفزيون صورين وحكيون يقولون حنا سلامي على الدوره، اقل رجل على الدوره 40 سنه عم يدفع كهرباء، هيك حكيون بابا صور ما صورتي كم صور لازم تصوري؟ خليه ياخذون معهم، خليه ياخذون معهم فاتورة الموتير ولا وكي يا عمي عندي 10 امبير، انا شو عندي مليون كهرباء؟ ما في اي سي عندي، لا 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 ما عندي اي سي. روحي حطيها بكره بالتلفزيون وقولي لهم حنا سلامي على الدوره، اقل رجل 40 سنه عم بيدفع كهرباء للموتير، استحوا بقى اذا كنكم انتم ولاد عالم استحوا. اجى السيد جبران بصير من سنتين قال سنه 2015 كهرباء 24 24، وين اني؟ انا ما بنتخب، انا سعد نحو المدنيين. ولا مره قلت لي الشاب بكفية؟ ايه انا من العطشيني، حد بكفية، نحن بيت مسك. لا ما كثير فيها، بس بدي منك تحطي على التلفزيون بالقليل نص ساعة، هي حكونا تنحكينا نعرف شو بدنا نحكي، قولي لهم 40 سنة قاطعين الكهرباء عن الجميعة، مش عيب؟ شو الزل اللي عامل؟ قولي لهم شو هالزل اللي عاملينه الجميعة؟ بدنا كهرباء كلمة اليوم. ايه بعده عم بصورني، بعده عم بصور بيحترق الفيلم بعدين. عندي مرة بدها 700,000 بالشهر دواء، ما معي لا لا اسيلانس لا شيء ولا شيء، نبريش فيها كيسر جنبها، عملي بطارية، عملي ميل، عملي رسور، تمشي على الوطير 9 اشهر. بديش انا ما عم بشحد، بس بدي كهرباء، انا بدي كهرباء، توني كهرباء وخذوا اللي بدكم اياه. ميرسي عمو، كلك ذوق، ميرسي.